طيب مريال، خلينا اسالك عن بطوله افريقيا بقى نفسها، لانه دايما بيحصل لنا كده ازمه في المباراه النهائيه نص النهائيه. كابتن طارق خوفني شويه ان احنا هنلاعب السنغال، والسنغال جايبين فرقه جامده، انجولا برضو شويه شدات في التوال، برضو شويه في الباسكت في البنات. يعني بتفكر ازاي؟ بتعيشوا ازاي؟ احنا مثلا في الكوره بيجيبوا الفرقه ويحللوا الاداء، كابتن طارق قال لي انتم ما شفتوش اصلا الفرق دي كلها، هل بتقدري بقى تشوفي الفرق اللي هتلعب في الفاينل؟ البطوله نفسها شكلها عامله ازاي معاك؟ الافريقيا اللي جايه اللي ولا جايه بقى التصفيات؟ واللي فاتت خلاص كل سنه طيبه، ما القصه عنها وهنعمل بيه خلاص موجود عندنا خلاص. لا هو احنا بنجهز كويس، وكابتن طارق كمان بيبقى واخد، يعني احنا بنتمرن كويس طول الفتره اللي فاتت والفتره اللي جايه عشان بطوله افريقيا. نعم، بالنسبه لنا كانت التصفيات دي كانت خطوه عشان ندخل افريقيا. حلو، دخلنا افريقيا. احكي لي بقى هو بتفكري في افريقيا ازاي؟ لانه احنا مثلا في الكوره بنفضل نقول التاسعه يا اهلي، فيخلص التاسعه العاشره يا اهلي، تخلص ال 11 يا اهلي، 12. جمهور الاهلي ما بيشبعش البطولات، انت عارف. ايوه، لا احنا نفسنا اصلا نلعب بطوله افريقيا دي بقالنا كتير قوي، يعني تماما من ساعه ما جيت النادي واحنا كنا بنحاول نخشها. فكل واحده في الفرقه نفسها تلعب البطوله دي ونفسها تكسبها. احنا ما بنفكرش مين داخل البطوله، احنا كل اللي بنفكر فيه احنا هنبقى عاملين ازاي، احنا مطلوب مننا ايه عشان نأدي كويس وعشان نكسب البطوله دي ايا كان فيها مين. كابتن طارق بيبقى يعني ما شاء الله هو بيبقى واثق في شغله وواثق فينا، ودي حاجه اللي هو بتدينا ثقه واحنا نازلين الملعب. ما بيبقاش فارق لنا مين قدامنا، المهم ان احنا هنأدي ازاي. فان شاء الله هي البطوله اللي جايه يا رب احنا نبقى جاهزين ان كويس، شاء الله. نبقى مجهزين كمان الفرق كويس عشان نقدر نكسب البطوله دي. هسألك